كبير اسمه انتظار البطل المخلص الذي سينهب بالأمة. ليس هكذا كما تكون يولى عليكم. نحن نحسن من أنفسنا ونحن نصنع قادة. نعم طبعا يوجد قادة الله يرزقنا بهم، ويوجد قادة مولودين بالفطرة قادة، لكن معظم القادة ليس كذلك، وبالتالي نستطيع أن نصنع القادة. ولذلك من المهم جدا أن ننشر علم اسمه علم صناعة القادة وأن نمارسه. وأنا يعني أحيي عدد من الأخوات والأخوة والشباب الذين قاموا بمشاريع لأجل هذه المسألة. هناك حضانات لإعداد القادة من عمر 2 إلى 6 سنوات، وهي أفضل سن لإعداد القادة. وهناك مشاريع خيرية كلها، هذا ليس لي نصيب فيها، وهي مشروع كنوز للتربية القيادية للمرحلة المتوسطة والثانوية، مشروع الرواد لإعداد القادة للمرحلة الجامعية وما بعدها. انضموا لهذه المشاريع، ادعموا هذه المشاريع، هكذا تتغير الأمة. الأمة لن تتغير بمشاريع إغاثية فقط ومشاريع حل مشاكل وإطفاء حرائق، وإنما نصنع التغيير بأيدينا، فهكذا تتغير الأمة.